مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المسائي واليومي العاشيه. مازلنا متواصلين معكم في حمله خليك في الحوش مع فقرات مختلفه، اكيد مع كل الزملاء وفي الحوش او في حياشهم. ايضا فقرات سواء تكون ثقافيه اجتماعيه او طبيه او حتى صحيه. دائما موضوع كورونا الاجتياح العالم هو حديثنا وحديث اكيد كامل فقرات أو برامج قناة 218. هنبدأ معكم بدراسة مهمة جدا عن أول فقرة. طبعا هنبدأ معكم بدراسة تتحدث عن بأن مش كبار السن بس هم اللي معرضين أن هم يصابوا بهذا الفيروس. هذا اعتقاد ربما يكون مش صحيح 100%. نعرف بأن فيروس كورونا أودى بحياة الشابة البريطانية اللي تبلغ من العمر 21 سنة، ما كانتش تعاني بأي مشاكل صحية، هذا بحسب ما أكدت عائلة هذه الفتاة. الأمر بأن خلى بأن الاعتقاد الساد بأن كبار السن أو أصحاب المشكلات الصحية هم بس اللي أكثر تضررا بهذا الفيروس. طبعا أعلنت السيدة ديان ميدلتون وفاة ابنتها الشابة البريطانية كلوري في منشور على الفيسبوك، كتبت لكل الأشخاص الذين يعتقدون أنه مجرد فيروس بسيط أرجو منهم إعادة التفكير مرة أخرى، لأن هذا الفيروس أودى بحياة ابنتي البالغة من العمر 21 سنة. وتابعت حقيقة هذا الفيروس تتكشف أمام أعيننا يوما بعد يوم، أناشد الجميع دون استثناء الالتزام طبعا بكل الإرشادات الحكومية منعا للإصابة بالفيروس. فأكيد خليكم في الحوش وقوموا بكل واجباتكم تجاه هذا الفيروس من حماية، من تعقيم، ومن أكيد انتباه وحذر بشكل كبير حتى تحمي نفسك وتحمي أكيد عائلتك. طبعا الاعتقاد الساد يقول بأن كبار السن هم المعرضين أكثر، هذا شيء معروف بهذا الفيروس. ولكن الخلاصة بنقوله بأن حتى الأشخاص اللي ما عندهم أي مشاكل صحية ربما قد يتعرضوا أن هم يصابوا بهذا الفيروس وأيضا كبار السن. هيك تكون أنا كملت معكم فقرتي، هنمشي للزميلة ألاء ونشوف شن عندها جديد أو فقرة جديدة بخصوص كورونا. مساء الخير ألا. شكرا عبير. انطلاقا من دور الشباب وجهودهم الحثيثة وسعيهم الدائم لمادية العون والمساعدة في احتواء الأزمات، خصوصا في ظل الظروف اللي يشهدها العالم حاليا واللي تشهدها ليبيا بصورة خاصة، حيث قام فريق مؤسسة صنع هنا للأبحاث بتصنيع قناع لحماية الوجه للأطباء في حالة التواصل المباشر مع المصابين بفيروس كورونا. جميل ان احنا يكون عندنا صناعات محلية بأيادي شبابية قادرة ولربما ان هي تغير واقع الحياة ولو بصورة بسيطة. وللحديث اكثر حول هذه المبادرة وهذه الصناعة حينضم لنا سليمان احد اعضاء مؤسسة صنع هنا للحديث اكثر. نشوف سليمان ونرده. المشروع كان منطلق اصلا من سنتين، هو كان مختص بالتكنولوجيا الطبية بصفة عامة، بسبب ظهور اللي هي الوباء أو فيروس كورونا فكرنا أن نستخدمه أبسط الإمكانيات باش نقدروا نصنع حاجة جديدة بأقل التكاليف وأسرع وقت. شفنا كم حاجة يمكن نقدروا نساعدوا فيها، بس كانت أسرع حاجة اللي قدرنا ندروها هو الماسك اللي هو اللي يحمي في الوجه. عندنا بعض من الإمكانيات البسيطة مثل الطابعات، قدرنا نطبع بهن، قدرنا نشوف العالم والكوميونتي في الموضوع هذا كيف قدر يصنع أو كيف قدر يبتكر. قعدنا برضو نشوف في حاجات أخرى مثلا زي أجهزة التنفس، زي الماسكات، وزي أي حاجة واقعية أو حاجة قاعدة في تكنولوجيا في العالم يخدموا بها، شفنا كيف يمكن تصنع وتندر. سمح الله لو قدرت الأزمة مثلا جت أزمة أو صنعين إن شاء الله مصير الشكي، كيف نقدر نطلع منها وكيف نقدر نصنع. فصنعنا الفيس شيلد هذا اللي هو توا مهم بكل محتاجينها في المستشفيات. طبعا هو نحن درنا كبروتوتايب أو كتجربة بسيطة، ما نقدرش نصنعه كمية كبيرة، والحاجات دي نبن كمية كبيرة خاصة في المستشفيات.
فقاعدين نحاول ونبتكر كم طريقة بحيث أننا نقدر نصنع كمية أكبر ونساعدوا بهن من المستشفيات. طبعاً إحنا شغل بتاعنا كله إنساني في خدمة المجتمع وكل شيء نقدمه فيه مجاني، عبارة عن بس نبو مثلاً لو أي جهة أو أي مستشفى وكذا تبي كمية كبيرة يمكن توفرنا بعض من المواد نحن نصنعونها، ما عندش مشكلة بكل. إن شاء الله الأبحاث متاعنا قاعدة قائمة بخصوص الأجهزة التنفس أو صيانة أجهزة التنفس وغيرها، إن شاء الله يعني نقدر نوصل نتيجة كويسة ونقدر نصنع حاجة. شباب صنع هنا كغيرهم من الشباب أثبتوا قدرة وكفاءة الفرد الليبي على الإنتاج والابتكار، في نفس الوقت نقدر نقوله أن الشاب الليبي اليوم برهن على قدرته في تولي زمام الأمور وأيضا إدارة الأزمات. كان هذا كل شيء بالنسبة لفقرة اليوم، ولكن قبل ما ننتقل لباقي الشباب خلينا نشوف فيديوهات أصحابي وهم يشاركوا فينا في نشاطاتهم خلال فترة الحجر الصحي. مثلا أن الشخص يكون متعود على نمط حياة مليان بالنشاطات الخارجية وفجأة يجد نفسه ملزم بالبقاء في البيت 24 ساعة هو أمر مش صعب حقيقة أبدا، لكني شخصيا في هالفترة وجدت الوقت الكافي لكل الأمور المؤجلة، كل الأمور اللي كانت في قائمة القراءة لاحقا. أيضا اليوتيوب كان رفيقي بكل معنى الكلمة في هالفترة، اليوتيوب اللي أنا نعتبره منظومة تعليمية تثقيفية تاريخية صنعها الإنسان في العصر الحالي، من خلالها اكتسبت معارف عن علوم جديدة، اكتسبت خبرات وخلفيات ثقافية جديدة. أنا هيك استفدت من وقتي في الحجر الصحي وحاسة أني استثمرته، وكل حد أكيد عنده أمور مؤجلة يقدر يستثمرهم في وقت الحجر الصحي. بالنسبة لي الحجر المنزلي هو فرصة ذهبية للواحد أنه يكتشف فيها ذاته، أنه يرسم فيها خطوط حياته، أنه يعرف شنو أولويات في المستقبل وشنو الأشياء اللي لازم الواحد يسعى علشانها. أيضا هي فرصة مهمة جدا للواحد أنه يعزز من ثقافته، أنه يقرأ أدب وثقافة وتاريخ الأمم الثانية، أنه يعرف مثلا عن النظريات المهمة في العالم سواء كانت فلسفة أو دين أو اقتصاد أو سياسة أو أيا كان. أيضا للأشخاص اللي هم ملمين بتعزيز لغتهم العربية أو حتى لغات ثانية زي الإنجليزية وغيرها، هذه فرصة مهمة جدا وممكن ما تكررش مرة ثانية، فلازم نستغل كل دقيقة منها وكل ثانية. كنت نطلع الصبح للجامعة من بعدها للعمل مع بعض الأمور العائلية، فجأة قعدت محجور. المهم خذيت الموضوع بإيجابية وبديت ننتبه للنظام الغذائي متاعي ودرت جدول وبفضل الله مشيت عليه بالحرف. الحجر رغم انه مفروض علينا والعالم كله يعيش في ضغط نفسي، لكن تقدر انت تخليه ايجابي. مثلا تسترجع مشاهدة الصور والفيديوهات لفترة الطفولة ومع العائلة وايام المراهقة، رغم ان اي حد مش سهل عليه يشوف نفس ايام المراهقة. نشاهد في افلام واجد، منها الكوميدي لان لازم نضحكه، ومنها الاكشن والوثائقي والرسوم المتحركة. الرسوم المتحركة ليش بحث فيها اكيد. قراءة الكتب كذلك مهمة جدا، وأهم شيء تكون مركز وفاهم شنو أنت تقرأ. قبل نسيت، تعلمت البيتزا من جوجل، صح شوية الصلصة مالحة بس مش مشكلة. الفترة هذه كويسة لك ولعائلتك، فلذلك أخلق جو لنفسك وابسط نفسك واحمي نفسك. وحتى أنت مشاهدينا تقدروا تشاركونا بنشاطاتكم خلال فترة الحجر الصحي وتبعثوا لي على الفيسبوك، خليك مع باقي الزملاء. شكرا ألاء، اهلا بالجميع، خليك في الحوش باش تحمي نفسك وتحمي عائلتك وتحمي احبابك. لو التزمت بالقوانين صدقني مش حيصيبك شيء، قد ما كانوا عدد الحالات وقد ما كان الفيروس منتشر في اغلب دول العالم حتى اللي فيهم يعني درجه الخطوره عاليه، اللي التزم بحوشه ما صار له شيء لا هو ولا مالي. فقره اليوم حنبتعد شويه على الكورونا، حنمشي للفن والموسيقى والموسيقى الليبيه. الفنان الليبي بهجت اللي نقدر نقول عليه شبه عالمي، لأنه بصراحة قاعد يحقق أرقام كبيرة على سبوتيفاي، الأبليكيشن العالمي على أنغامي وغيرها. قرر أن ينزل أغنية جديدة بعنوان هلبة، يعني الأغنية ميكس عربي لهجة ليبية على إنجليزي واسمها هلبة. الأغنية هذه حتنزل يوم 2/4، حتنزل على التطبيقات العالمية اللي هو سبوتيفاي، ديزر، أنغامي، حتنزل أيضا على الفيديو كليب، حينزل حصري على 218، حتقدروا تشوفوا الأغنية هذه.
ومن أيام بهجت كان لايف على تطبيق أنغامي وروج لأغنيتها الجديدة وحكي عليها أكثر، وأكيد حيطلع على 218 وحيحكي لنا الأيامات الجاية معانا تفاصيل حصرية على العمل هذا. And all the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? What do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling, and all the good times I find myself longing for space, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Been just checking in, 'cause I miss you. Good luck لي بهجت. وفي نفس اليوم 2/4 قرر زيكو حتى هو ينزل أغنيته جديدة. طبعا زيكو بعد الأغنية الأخيرة اللي نزلها إن بنطير اللي كانت بالتعاون مع الرابر التونسي كافون كسرت الدنيا بصراحة، كان عمل جدا رائع. فمعناها نستنوا في حاجة قوية منها. الأغنية الجديدة اللي حتنزل هي أفريكا. في البداية نزل صورة ومعها شوية ميوزك من الأغنية وكتب قوة السود، وبعدين أمس نزل التيزر للأغنية أو مشهد من الكليب وحصري، وهي باين عليها أن هي ميكس بين اللهجة الألمانية والفرنساوية وأيضا شوية إنجليزي، ولكن المميز إن حط هالمرة ترجمة على الأغنية باش الناس تسمع. طبعا اللون هذا اللي هو الأفريكان جدا رائع، التيمبو متاعها وضارب الفترة هذه في أوروبا، فنتمنوا له كل التوفيق. حتى هو طبعا صيتة يعني خارج ليبيا كويس هلبة، فموفق يا زيكو. Africa, Africa. Être pu, les autres films me donnent de déjà vu. Je ne rêve que de toi, femme et bantu. Dans ma vie, toi t'es ma. J'ai tout besoin de toi. Je m'arrête d'ici pas. Baby, sans toi, plus rien n'y va. Oh oh. إلى النجمة العالمية دواليبا اللي الكل كان يستنى في ألبومها، يتوقع أنه هيكون الشهر هذا أو الفترة هذه فترة أمن وأمان واستقرار، ونستمتع بموسيقى دواليبا وألبومها المنتظر اللي روجت له بطريقة حلوة واللي كان فيه سينجلز قبل هيكي ناجحات هالبا. فيوتشر نوستولوجي نزل، ولكن قبله تسرب على الانترنت مما خلى دواليبا تطلع تبكي وهي منهارة في الانستغرام لايف، وحكت إن هذا تعب ومجهودي، وأكيد زاد عليها ضغط حتى الكورونا وإن الناس مش هتطلع تشتري الألبوم كسيديز. كانت متأثرة جدا بصراحة، خاصة ان هي من النجمات اللي المفروض يعني نقوله فازت بزوز جراميز الفترة اللي فاتت او السنة فاتت للي قبلها، فيعني هذا وقتها. فلقيت ان الكورونا أثرت على موسيقتها هلبة. طبعا الألبوم فصل 11 اغنية، قبل الفترة نزلت منها زوز سينجل اللي هي واحدة منهم Don't Start Now، وفيزيكال اللي كان كليبها جدا رائع. حنمشوا لأجواء الحوش أو الحجر المنزلي، ولكن هالمرة مع مايلي سايروس اللي دارت برنامج اسمه With Miley. البرنامج حلو هلبة، يعني هو انستغرام لايف من الحوش، دارت لوكيشن وديكور وحركات، وكانت تستقبل فيه في مجموعة من الفنانين والنجوم المعروفين اللي ليها بيهم اللي
تربطها هي شخصيا علاقة عندها ما تحكي معاهم. يعني مثلا جابت في حلقة من حلقات هيلاري داف اللي هي ليزي ماجواير، كانت حتى هي في ديزني، ومايلي سايروس كانت خليفة هيلاري داف في ديزني، فحكت كيف كانت متعلقة بها وكيف كانت تتمنى تكون زيها، وبعدين ولد حتى أكبر منها يعني من المعنى هذا. وفي نفس الحلقة أو في نفس اللايف استضافت بيبي ريكسيا، حكيت معها حتى هي على الميوزك متاعها في الفترة الأخيرة، واستضافت دواليبا اللي حتى هي حكيت معها على ألبومها اللي حينزل أو اللي كان من أسبوع، وحكيت معها على موضوع كان جدا مهم اللي هو المهرجان اللي دارته دواليبا في 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 بلادها في كوزوفو في ألبانيا، وكيف إن في بلادها مع عمرة جاي فنان عالمي كبير معروف، فلما هي ولد فنانة معروفة وعالمية وعندها كونتاكت مع 50 سنت مع مايلي سايروس مع هلبا دي جيز معروفين كلفن هاريس، فتواصلت معهم وجابتهم لبلادها، قالت لو أنا ما كنتش معروفة وما تكلمتش معهم وقلت لهم دايرة مهرجان باسمي في بلادي ونبيكم تغنوا فيه، كانوا ما عمرهم يفكروا أن يجوا للمناطق هي. يعني زي ما صاير عندنا في ليبيا، يعني لو عندنا فنان معروف عالمي مثلا بهجت، فلنفترض أنه وصل للعالمية وقدر يكون رقم كبير، حيبدأ عنده كونتاكت مع الفنانين العالميين، حيجيبهم معاه لليبيا بالطريقة هذه، ممكن يجوا ويغنوا في ليبيا ويكون في فيستيفال زي ما دارت دواليبا. هادو الناس الأوفياء لبلادهم ولأصولهم، حتى لو ولوا عالميين هذا ليش نحبها. بس حنرجع لمايلي سايروس، حنا نحكي على برنامج المايلي اللي هو على الانستغرام تبعه، عم تقدروا تشوفوه كلكم، وتقريبا يجي من أكثر من يوم في الأسبوع، اللي هو من أحد من يوم الأحد حتى الخميس تقريبا، تقدروا تتابعوه وتشوفوا ضيوف كل يوم، تجيب في أكثر من ضيف وتحكي معاهم من مشاهير العالم. إلى آخر خبر، وهو زي ما تعرفوا إن كاردي بي تكلمت عن كورونا بطريقتها الخاصة، عندها أسلوب وعندها حركات وعندها أجواء، فعرفتوا المقطع المشهور متاع كورونا فيروس لما قاعدة تقول فيها هيك، داروا منا طبعا زي ما تعرفوا ريميكس، ونشهر الريميكس هو هلبا دي جي برازيلي من عندنا هنا دار الريميكس هو، وخش في الايتونز للتوب 10، مما خلى كاردي بي تنزلها عندها على الانستغرام وقالت لها I want my money، يعني بما معناه نبي فلوسي حقوقي، يعني هذا صوتي نين حاطة انت مداير عليه ريميكس ومداير بي اغنية. ما علينا، يعني مش هذا موضوعي، موضوعي ان في شاب ليبي اسمه احمد البواب دار ريميكس حتى هو على الكورونا، ولكن ليبي جاب حد افريقي او تسجيل منتشر في النت لواحد افريقي يتكلم يقول ان ما عاش في ليبيا توا نو بوم بوم، ما عاش في بوم بوم، يقصد المتفجرات وهيك توا كورونا، فدار بيها ريميكس، خليكم معاه. سنموت بعد قليل. قسم بالله كورونا خلاص موت موت، كليبي عالي ماشي بوم بوم توا خلاص كورونا 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 كورونا. قسم بالله كورونا خلاص موت موت، كليبي عالي ماشي بوم بوم توا خلاص كورونا رونا 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 كانت فقرة اليوم، حاولت نطلعكم الكورونا بقدر الإمكان، بس الله غالب موجود الكورونا في كل شيء. يلا ما علينا، إن شاء الله أزمة وتعدي، وديما خليك في الحوش، التزموا بالتعليمات، بالله عليكم، خافوا علي أهليكم، خافوا علي ناسكم، لو ما تخافوش علي روحكم. رجعنا معكم بعد الفاصل مشاهدينا، وتوا حنمشوا للزميلة نور الجراري ونشوفوا شن مجهزتنا من فقرة. مساء الخير نور. شكرا جزيلا للزميلة عبير أحمد، وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم العشية. في تقريرنا لهذا اليوم رح نحكوا عن موضوع مهم جدا، وهو المسافرين اللي انقطعت بهم السبل حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا وإغلاق
المنافذ البرية والبحرية والجوية في أغلب دول العالم. آلاف المسافرين اللي توجهوا يا إما للسياحة أو العلاج خارج بلدانهم لقوا روحهم يا إما في الشارع أو مهددين إنهم يكونوا في الشارع، وهذا بسبب تداعيات فيروس كورونا. تتواصل معاناة المسافرين العالقين بالمطارات والمعابر الحدودية حول العالم بعد القرارات اللي اتخذتها الكثير من الدول بخصوص تعليق يا إما رحلاتها أو إغلاق معابرها الجوية والبرية والبحرية بشكل نهائي. ومن ضمن هذه الدول اللي اتخذت هذه الإجراءات ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر والأردن. في هذا التقرير راح نحكي بشكل مفصل عن أوضاع المسافرين العالقين في مطار اسطنبول تحديدا، حيث اضطرت سلطات في ولاية اسطنبول التركية إلى نقل مجموعة من المسافرين العرب إلى ولايات أخرى بعد أن علقوا إثر توقف الرحلات الجوية، وهذا لوضعهم في مساكن طلابية. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن السلطات نقلت عدد من المسافرين الأجانب العالقين في مطار اسطنبول الدولي بسبب توقف حركة الملاحة الجوية إلى أماكن أخرى، ويبلغ عدد هدوم الناس اللي قاعدت في مطار اسطنبول إلى 1500 شخص من جنسيات مختلفة من بينها الأردن، الجزائر، تونس وليبيا. وبيّنت أن العالقين في مطار اسطنبول لم يتمكنوا إلى حد الآن من الحصول على إذن من سلطات بلدانهم للعودة إلى ديارهم. طبعا هذه كانت بكل معنى الكلمة، يعني الناس مسافرين قاعدين ممكن ما عندهمش المصدر المالي، ممكن ما عندهمش موارد انهم يمشوا امورهم لحد ما تنحل هذه الازمة وتنفتح المطارات مرة تانية. نتمنى ان هذه الازمة تنتهي عن قريب ويرجع كل هذول الناس الى بلدانهم بخير وسلامة. وتوانا ننتقل مع بعض لربورتاج يحكي عن شاب ليبي اسمه حسن شنبش علق في اسكتلندا بسبب الحظر الجوي والبري والبحري اللي صار في بريطانيا بعد تفشي فيروس كورونا. اهلا وسهلا يا جماعه، بحكي لكم قصه الكورونا في بريطانيا كيف صار. وانا حاليا قاعد في شمال اسكتلندا، منطقه اسمها لوخلموند، لي تو 7 ايام حجر صحي في الدار هذه، في البيت هذا. انا من سكان لندن، كيف جيت هنا سبحانية. لما المرض دا ينتشر في إيطاليا وإسبانيا، بريطانيا بدت تأخذ قرارات بشوي بشوية، ما قالوش حاجة صح. فكنت من لندن، فعندي صديق قال لي خلنا نطلع من لندن. طبعا هي عملي كلها بدأ عن بعد، نشتغل يعني نحتاج إنترنت فقط وخلاص. منها طلعت لي مانشستر، ومن مانشستر جيت لي اسكتلندا. عندي صديق تاني كلمته من لندن وجاني وقلت له مدام انت قاعد بروح في بريطانيا هاي تعالى سير. جينا هنا سبحان الله للطبيعة هذه. المهم وصلنا للمنطقة هذه، حجزت يومين، فبعد يومين طلع القرار ان بريطانيا اعلنت تسكير بريطانيا وممنوع الخروج من البيت الا لحالة رياضة او حالة انها بتمشي للسوق تشتري اكل وكل شيء. فسبحان الله صاحب المكان هذا اللي هو اللوجز يقولون لهم، بيوت هذه زي طبعا بيوت صغيرة، سكر المكان. فقلنا له احنا نشوف لنا هوتيل، يعني شو اقرب هوتيل هناك. فشاف هو لقاه كلهم دنيا مسكر، قال شوي رد عليكم. بعد شوي جانا وقالنا انا لانه هو قال لي عندي مريض لونجز عنده مشكلة في صدره، قال لي مسكر المكان وما اطلع بس انتم خليكم. فقال لي نخاف عليكم، شوف الانسانيه بدت تجي، يعني هو يعني مش مسلم وشوف الانسانيه سبحان الله. فطيبه الشخص هذا ونسال الله يهديه. المهم قلنا له خلاص نقعد، وقلنا اقعدوا بالبلاش يعني ما دون تخليص، واعطانا احسن حوش في الدار في الحوش هذا، وما في حد في المنطقه، اسمه صوت العصافير والمي في هنا. طريق كل يوم نطلع ونمشي نهار، ولو جو 5 كيلومتر او اكثر نمشي للهضبة من هنا ومنها الجبال. نعطيكم شوية صورة تقدر تشوفوها. سبحان الله ربك، يعني ما متوقعتش ان انا منجي من قمزة هنا اولا 3 اسابيع هو التسكير واحتمال اكثر. طبعا حد الضحايا الموتى يزداد في بريطانيا، وعندنا ممكن فوق مش ممكن عندنا فوق 11,000 حالة، والحمد لله على كل حال صامدون. وبهيكي نكون وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم. وقبل ما ننتقل للزميلة منى الفتوري، نحب نقولكم اقعدوا في الحوش حفاظا على سلامتكم وسلامة أهلكم وأصدقائكم وأحبائكم، خليكم في الحوش. والآن ننتقل للزميلة منى الفتوري.
شكرا لك يا زميلتي نور ومرحبتين بكم بفقرتي. توا حنحكوا عن المبادرات الشبابية المختلفة اللي بصراحة لاحظوا فيها الأيام اللي فاتت. من ضمن هذه المبادرات حملة عقب 20 أو هاشتاج عقب 20. طبعا حملة عقب 20 كانت بداية بالشاب منصف المنصوري، بداها كفكرة أن هي مساعدة للناس. نحن عارفين أن الظروف الراهنة توا مش مقصرة مع حد، بس حلو لما نلقوا شبابنا اللي بين القادرين ان هم يساعدوا غيرهم ويفكروا حتى في غيرهم في ظل هذه الظروف الصعبة. هذه الحملة جدا مميزة لكل من يقدر، لكل من يقدر ان هو يعقب 20 او حتى ممكن اقل حتى من 20، ان هو يمشي سوبر ماركت ويشري فيه احتياجاته، يحاول اكيد يعقب مبلغ بسيط لصاحب المحل او سوبر ماركت، ويحاول يحكي له ويقول له انه لو اي اسرة او اي شخص حاول انه هو يشري شيء بس مش قادر انه هو يوفر باقي المبلغ، او هو عارف ممكن نحن نعرفه انه نحن اللي بنعرفه بعضنا، لما نعرفه انه حد هذا جارنا او الشخص هذا مش ما عندهش هذه القدرة انه هو يشري احتياجاته كلها، فممكن ان هذا المبلغ البسيط يساعده باي طريقة. طبعا هذه الحملة كبرت بشكل أكبر كيف ما نشوفه على الشاشة، العديد من البوستات اللي تفاعلت مع هذه الحملة، ومنها طبعا الدكتور أنس رجب اللي كتب طبعا في بوست: بكرة حيكون يوم صعب شوية، ياريت أي حد يمشي لمحل مواد غذائية يعقب مبلغ بسيط 20 دينار مثلا عند صاحب المحل، ويقول له لو جات حد حسيته مش قادر يشري اصرف له المبلغ، لأن جديات في ناس مش لاقية كيف تشري وناس تخش تاخذ المحل كله، ياريت نحسوا ببعضنا. طبعا مش بس الدكتور أنس كتب هذا البوست، فعل صفحة طبعا مع أستاذ هانيبال كيف ما نشوفوا هذه الصفحة على الشاشة، حملة عقب 20 لمساعدة الناس. هذه الصفحة تفاعل معها العديد من الأشخاص، ويا رب يعني يا رب إن هو يكون فيه العديد من الناس قدر إن هي تطبق هذه الحملة بشكل كبير، بحيث إن ما حدش فينا يقدر إن هو يكون محتاج ومش قادر إن هو يساعد أهله أو إن هو يجيب الاحتياجات اللي نقصتهم في البيت. عشان هيك طبعا المبادرات جدا مميزة الصراحة، ونتمنى نتفاعلوا معها زي حملة عقب 20. حننتقلوا دي حملة ثانية أو مبادرة ثانية. نحن عارفين إن في أشخاص قادرين إن هم يفعلوا موهبتهم بس بطريقة جدا مميزة، زي مثلا الموهبة اللي نشوفوا فيها توا على الشاشة، هذه الشخصية جدا مميزة أمل التجروني. أمل التجروني فنانة في المكياج السينمائي، علشان تقدر إن هي تتفاعل مع هذا الوضع حاولت إن هي توجه رسالة لكل الين برسمها على وجهها بالطريقة هذه. حلو لما نفعلوا موهبتنا بشكل جدا مميز، زي أمل حاولت إن هي توصل رسالة جدا مميزة. نحن عارفين إن الوقاية خير من العلاج، وحاليا من أصلا علاج فيروس كورونا مش معروف في العالم، فنتمنى إن الكل يحافظ على نفسه، الكل يحاول يبقى في البيت إلا للضرورة إنه مضطر إنه هو يطلع من البيت، غير هيك يخليك أكيد في الحوش عشان سلامتك وسلامة الجميع. كل التوفيق لأمل، ونتمنى إن أكيد لكل من حابب إنه هو يوصل رسالة، ورسالة بطريقة فنية بطريقة تخصصة، إنه أكيد يبعث لنا على برنامج العشية، أو يبعث أكيد على هذه الصفحات أو الحسابات الخاصة بي، بحيث إن نحاول نحكو على هذه المواهب اللي قاعدة تحاول تساعد بأي طريقة وتوصل رسالة جدا لطيفة. حنحكو بعدين بصراحة على موضوع آخر، لكن توا حنحكي على منظمة حتى هي تحاول بقدر الإمكان إن هي تساعد في ظل هذه الأزمة. منظمة كيف ما نشوفوا على الصفحة، هذه المنظمة الشبابية أو منظمة شباب العمل التطوعي. هذه المنظمة لها 9 سنين قاعدة تخدم بصراحة، لكن هذه المرة حاولت إن هي تشارك في هذه المبادرات المميزة اللي قاعد يقوم بها الشباب للمساعدات، منها إن هي تحاول إن هي توفر احتياجات الناس بطريقة مختلفة. وحلو لما نشوف المنظمات الشبابية قادرة إن هي تشتغل في هذا الوقت في هذه الأزمة، لأن هذا أكيد وقتنا. خلونا نشوف هذا الفيديو لمنظمة شباب العمل التطوعي. السلام خلوه من بعيد، صاحبك جارك قريبك خلوا السلام بالنية وربي يحفظكم. ما تنساش لبس الكمامة والقفازات، وتذكر كل ما تعطس اعطس في قطعة قماش أو منديل خليه ديما في جيبك، ربي يحفظكم.
لا قدر الله وبين عليك هذا المرض، اعزل روحك واصبر قام طوري وربي يحفظكم. خلك من الإشاعات، مش كل حالة تسمعها تقولها، تبي المعلومة خذها من مصدر موثوق، ربي يحفظك. أهم حاجة سلامة الناس، بالنسبة للقراية لاحقين عليها لاحقين عليها، ربي يحفظكم. خليك في حوجك حفاظا عليك وعلى عائلتك، ما تطلعش إلا في وقت الضرورة، ربي يحفظكم. إيديك اغسلها كويس بالصابون واتبع إجراءات الوقاية حفاظا على نفسك وغيرك، ربي يحفظك. خافوا على بعضنا ونبطلوا السهتار، راهو بيهلكنا، ربي يحفظك. شفنا مع بعضنا هذا الفيديو لمنظمة الشباب العمل التطوعي، نتمنى لهم كل التوفيق، ويا رب يعني كل المنظمات الشبابية اللي قادرة ان هي تساعد بأي طريقة ان هي اكيد تقدم مساعدتها، وكذلك العديد من المبادرات والحملات يقوم بها الافراد شخصيا، يحاول الواحد يساعد بقدر الامكان باللي يقدر عليه. واكثر مساعدة ممكن الواحد يديرها حاليا اكيد انه هو يبقى في الحوش، عشان هيك يخليك في الحوش. هيك انا ختمت فقرتي، بس قبل ما نعطي اكيد لزميلتي عبير الهواء، حابة نقول لكم ان كل من حابب انه هو يشارك بيومياته في الحجر الصحي يقدر اكيد يبعث لي على حساباتي الشخصية على تويتر، كذلك الانستغرام والفيسبوك. نستقبل كل فيديوهاتكم كيف انكم تقضوا يومياتكم في الحجر الصحي، ومن انه هو دير الوقائيات بشكل صحيح، ومن عنده نصيحة ممكن انه هو استفاد بيها شخصيا يقدر يحاول انه هو يفيد بيها غيره بشكل اخر. نتمنى لكم كل التوفيق، وتوا مع زميلتي عبير. كملنا معكم حلقة العشية من فقرات مختلفة، كنا مع العديد من الزملاء نور وأكيد منى وأكيد ألاء. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لكل من كان معنا من فقرات من الزملاء. لكن توا حنمشوا لفقرتنا المعتادة، فقرة الفيديوهات. تعقيم، طبعا تعقيم مع الرقص نحي يا بابا، كل شيء لازم يتعقم هنا. حتى التليفون ايه لازم تعقم رجلك، تعقم ولدك، لازم تعقم كل شيء، لازم تعقم باب مانيليا، كل تعقيم وانتو بخير. السلام عليكم. استلمت الإشارة يا غين عن ثلاثة من الصاد واتجاه السيارات للمكان المعلوم. كيف خذيت يا غين عن ثلاثة؟ الجميع تحرك، هيا جميع. بناء على تعليمات رئيس الوزراء السيد عبد الستار عبد الله الثاني، وطبعا دعما لمكافحة الوباء العالمي اللي موجود الآن اللي هو كورونا، بدعم لجهاز الإسعاف والطوارئ ب 60 سيارة إسعاف، منها 10 سيارات إسعاف عناية فائقة و10 سيارات جثمان و40 سيارة إسعاف، حيتم توزيعهم على مختلف مناطق الليبية. تم تخصيص أرقام تليفونات، ثلاث أرقام تليفونات، واحد ليبيان عزوز مدار، وموجودات في وسائل الإعلام، وموجودات على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي لتبليغ على أي حالة اشتباه ولا على أي حالة مرضية في أثناء الحظر الاستجوال اللي فرضت الحكومة الليبية وقتها لتأكد على صحة المواطنين وحماية المواطنين. أهلا، مني كورونا فيروس وماشية ليبيا. أوه ماي جاد، فتاها ما نصحكش بها، راح تندمي، غادي ما فيش بصالة ورحمة، راح تنطحني، حتتبلبزي، حتتمنطي، ما تقدر يومش. اه قلتلك اللهم اني بلغت. والله سلمك لامك، انا كورونا راه رقد في العالم المغرب، بخاف منكم انتم، هذا ما ناقص، زيكم زي العالم تاكلوا على راسكم، وكان بلادكم تفيد من الديتور حول قدامي.
متأكدة؟ ايه متأكدة، بالك عندك مانع ها؟ بقى تقدر تعيشي في بلاد يهرب عليها الضي بالعشرة ساعات ومرات بالأربع وعشرين ساعة في 2020؟ بقى تقدر تعيشي في بلاد تنط عليها المية بأسبوع حتى مش تتوضى مش تصلي ما تنقاش؟ بقى تقدر تعيشي في بلاد تنودي على الصواريخ تربد على الصواريخ وما تنديش مرات يجيك صاروخ يمسك؟ بقى تقدر تعيشي في بلاد بالستة شهور ما يطلعش المرتب ويوم يطلع المرتب تربدي قدام المصرف يومين ويقولوا لك روحي ما صارش؟ بقى تقدر تعيشي في بلاد فيها تجار فجار ما يعرفوش ربي يستغلوا في الناس في أشد الأزمات؟ ها؟ تقدر تعيشي؟ قولي يا رسول الله. أحسن طرفة by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. ديما ما يتم الخلط بين الواجبات والحقوق، نقدر نقولوا ان الواجبات هي الافعال اللي مفروض يديرها للشخص ويلتزم بهن قدام المجتمع، وكل جهة في المجتمع عندها حقوق وواجبات، بداية من المواطن الاعلى سلطة في الدولة. بهالهلال الاحمر شنو واجباته بالذات في الازمة هذه؟ الهلال الأحمر الليبي هو مؤسسة أهلية ذات نفع عام ومساند للسلطات في الأعمال الإنسانية. تأسس في العام 1957، يعني قبل 63 سنة. تخدم كيفها كيف جمعيات الهلال والصليب الأحمر في 191 جمعية في العالم بسبع مبادئ معروفة، وهي الإنسانية، عدم التحيز، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الحياد، الوحدة، والعالمية. وتتدخل حتى في تقديم المساعدات في الكوارث الطبيعية بالشكل يلي تماشى مع المبادئ السبعة والنظام المعمول به في الجمعية ووفق إمكانياتها. وفي مواجهة كورونا دورنا مهم جدا ومساند للسلطات، وهو التوعية. بدينا في توعية الناس وتوضيح وتبسيط الوقاية والأعراض وتصحيح المفاهيم، وفي نفس الوقت قاعدين نقدمه في خدمة للناس المحتاجة. خدمتنا في تخفيف معاناة الناس بلا تمييز. الهلال الأحمر الليبي. أنا اسمي محمد السويد نصر، عضو هيئة تدريس بجامعة سبا كلية التمريض. لاحظنا الناس يبدأ يستخدم في كمامة طول اليوم وهذا خطأ. كيف نستخدم الكمامة وكيف استعمالها؟ احنا عندنا الكمامات معروفة فيها اللون الأزرق وفي بعض منها اللون الأخضر والجهة الأخرى فيها اللون الأبيض. شنو الجهة اللي ناخذها على الوجه وشنو الجهة اللي تكون المرة؟ الجهة اللي تكون على الوجه هي ايش؟ البيضة. اللي تكون هي ايش؟ البيضة. وما اذا يجب استخدام لما جينا بس نشد من الخيط او نشد من الستيك بتاعي ما يجيش نشدها من الطرف، نستخدمها الجهة البيضة تكون الداخل والجهة الخضراء تكون الخارج. وهذه عملية اللبس بتاعها، من نلبس نسكر كامل الوجه. هنا في قطعة معدنية، لازم القطعة المعدنية هذه نسكر بها خشمي بالكامل، تو جسمي الخشم ونضغط بها تكون مرسومة على الخشم ونسكر الحين بتاعي يكون 100%. أنت التحويل بتاعها ما يجيش نحولها من هنا، لا ديما نحول من ايش؟ من جهة الخيط أو الستيك. الكمامة الجهة البيضة لأنها رايت مصفي الرداد والبخار بتاع التنفس وفعلا عملية التنفس هذه تقوم بامتصاص، الجهة البيضة تقوم بامتصاص. أما الجهة بالخضراء أو الزرقاء هي تمنع التصاق أو الغبار بإيش بي أو دخول لداخل الكمامة. الكمامة أمتى يتم عدم استخدامها؟
لما تكون تبللت من كثرة البخار الماء اللي أو عملية التنفس، أيضا لما يكون أصبحت يعني لونها تغير أصفر أو صامو يعني لون تاعها تغير تكون صالح للاستعمال. عندنا مجموعة من الكمامات، هذه تسمى الكمامة، هذه الكمامة العادية ما يجي نستخدمها أسبوع. أيضا عندنا لاحظنا في بعض المحلات التجارين نقول له في بعض الأفارقة اللي موجودة في المحلات هذه يد لابس الكمامة لمدة يوم أو اثنين أو ثلاثة نفس الكمامة، هذا ما هو صحيح. وأصل الكمامة ما نستخدمهاش في الحالة الطبيعية، أنا ما عنديش مرضى، ما عنديش مريض نتعامل معه، والله أنا مانيش مريض، ما نستخدمش الكمامة في الظروف الحالية، ما نستخدمها. منظمة الصحة العالمية قالت ما تستخدموش الكمامات في الظروف العادية الحالية. ليش؟ لأن أنا مانيش متعود على أني نلبس الكمامة. لما نلبس الكمامة في الظروف هذه ديما نحرك فيها، قعد أنا حركة يدي أو التماس اليد بالوجه أصبحت غير معتادة، يعني أصبحت متكررة بشكل غير طبيعي. الكمامة نلبسوها في حالة أني بنتعامل مع مريض يكون عنده أو مشتبه به أنه هو يكون مصاب بفيروس كورونا، أو أنني لو أن شخص مصاب بفيروس كورونا هو يلبس هذه الكمامة. أيضا يلبس يتوصى باستخدام الكمامات للناس اللي يكون عندهم الحالة المناعية بتاعهم ضعيفة، يعني كبار السن أو الناس اللي يكون عندهم حساسية من التو فترة الموسمية هذه لتغير الفصول. أيضا عندنا الناس اللي يكون عندهم الغسيل الكلى، هذه لازم يستخدموا الكمامة في الظروف الهالكة حماية. أما الأشخاص الطبيعيين في الظروف هذه ما نستخدموش الكمامة بتاتا. بعد فقرة الفيديوهات نشكركم وكل الشكر على المتابعة، نلكم يوم سعيد حتى لو كان في الحجر الصحي وانتم في بيوتكم، إن شاء الله يا رب تقضوا أجمل أيام هذه الفترة. نشكركم كل الشكر، نشوفكم في حلقة جديدة من العشية، وخليك في الحوش.